وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه. إذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة للإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الآية الثامنة من سورة البقرة في تلاوة مصححة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ننتبه أن الإدغام عند الياء وكذلك عند الواو يخرج من الفم مع الأنف، فالياء من الفم والغنة من الأنف بشكل متساو، فلا يغلب أحدهما على الآخر، فلا نقول من يقول بالاعتماد على الفم كثيرا، ولا نقول من يقول بالاعتماد على الأنف فقط، وإنما يخرج الإدغام بشكل متساو من كلا المخرجين كهذا: من يقول يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ننتبه كما ذكرنا إلى أن حروف المد تخرج من الفم فقط دون شائبة الغنة، فلا نقول من يقول وإنما من يقول يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ولا نقول وباليوم، وإنما وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تلقينا عن شيوخنا أن الإخفاء الشفوية أي الميم مع الباء، وأن الإقلاب أي النون مع الباء يكون بإطباق الشفتين دون كز عليهما ودون فرجة، هذا الذي تلقيناه عن شيوخنا. فنقول وما هم بمؤمنين، ولا نقول وما هم بمؤمنين، هذا خطأ. وما هم هذا الكز، وإنما كهيئة الساكت وما هم بمؤمنين، أيضا بدون فرجة، فلا نقول وما هم بمؤمنين أو وما هم بمؤمنين، لن نتلقى هذا عن شيوخنا. جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.